بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم أخواتي إخواني في القناة، يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم مهم جدا، وقبل ما ندخل في صلب الموضوع نشكركم على يعني الإثراءات اللي تخلوها لي في القناة، نشكركم على كلامكم الطيب، نشكركم على البصمات، نشكركم على البرتاج، نشكركم على الاشتراكات وعلى الثقة اللي منحتوهانا. يا ربي إن شاء الله نكونوا على قد يعني الواجب اللي يعطيته هنا. الفيديو تاع اليوم حنتكلموا فيه على زيادات اللي حيتمس الموظفين المتقاعدين، وطبعا برفع الحد الأدنى للأجور اللي هو السميك، وحنتكلموا عن نسبة نتاع 53%. راح نتكلموا كذلك على مطالب بعض الفئات اللي تخص أصحاب التوقيت الجزئي، كذلك على العقود المنتهية، منحة البطالة، يعني بعض المطالب تخص بعض الفئات. وراح تشوفوا معايا واحد المنشور لواحد الأخ هو عامل مهني مستوى رابع بالتوقيت الجزئي، واش كانت هي المداخلة تاعو، وراح نشوفوها مع بعض. كذلك صادفت أنه تلاقيت في صفحة يعني على مواقع التواصل الاجتماعي يعني فرع نقابي لعمال بلدية عين مليلة، واللي يعني بالجهود تاعهم والوقفة تاعهم والمساهمة في هذا الأمر، أنه تم تحويل عقود العمال المهنيين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، وكان عددهم الله يبارك يعني 33 عون. المهم كلام مليح يعني في الفيديو هذا، راح يهمكم أكيد. نتمنى ان شاء الله تكملوا معنا الفيديو للاخر. اولا نقول لكم اشتركوا في القناه لو ما اشتركتوش، وفعلوا يعني الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسوناش فقط بالبصمه فضلا وليس امرا. رفع الحد الادنى للاجور تكلم عليه رئيس الجمهوريه، انه راح يرفعوا وراح يزيد في الاجور للموظفين. نسمعوا مع بعض ونرجع معكم. 30,000 دينار ما يدفعش ضرائب ولا الرسوم، مع اللي نرفع له المرتب تاعه الى 50,000 60,000 دينار يدفع الضريبه تاعه، ولكن في الوقت الحالي ما يخلص لحد الادنى الاجور رفعناه، نزيد نرفعه ان شاء الله. لما كل هذه السياسه اللي نصرت فيها امامكم جزئيا تعطي النتيجه نتاعها في الميدان، في الضرائب، في الحسابات الوطنيه، لا كونتابيليتي ناسيونال، أنا نلتزم برفع آخر للأجور للمرتبات وإلى آخره. كلام رئيس الجمهورية واضح، قال أنه رفعنا الأجور وراح نزيد نرفع الأجور، يعني هنا راح يرفع الحد الأدنى للأجور. زيادات أخرى راح تكون هناك زيادات أخرى، وراح يكون خفض ضريبي على المرتبات. شكون هما اللي حتمس هذا التخفيض الضريبي؟ راح يخفض الضريبة على أصحاب الدخل لأكثر من 30,000 دينار جزائري، وأما اللي يكون عنده الدخل تاعه أقل من 30,000 دينار جزائري راح يلغي يعني الضريبة هذيك والرسومات، يعني هذه الفئات تتكلم عليها. وراح يرفع الحد الأدنى للسميك اللي هو أكيد 2 ملايين، راح يزيد في هذا، ممكن يوصل 2 ملايين و400، ممكن يوصل 2 ملايين و300، فهمنا؟ لأنه راح يراعوا في واحد الجانب أخوتي اللي هو جانب هذاك تاع السكنات عدل، لأنه كون تزيد القيمة على هذا الحد ممكن هذاك اللي يخدم في سكنات عدل، اللي مش اللي يخدم اللي يحب يشري سكنات عدل ممكن ما يتحصلش على هذيك يعني الميزة. إذا هنا راح تكون فيها حسابات أخرى، يعني فهمتوني؟ مش غير روح وزيد في السميك غير هكاك، احنا عطينا يعني بالتقريب ممكن يقلبها 2 ملايين و300، المهم ما يخرج على الحد يعني تاع باش انك تقبل في سكنات عدل، فهمنا؟ كذلك تكلم يعني التصريح تاعو انه راح يكون قلت لكم رفع في الاجور في المرتبات، وراح يرتفع هذا الشيء على مرتين، يعني ما يجيش مره واحده داكور، يعني المره الاولى راح يطلعوا فيه كما قلت لكم هي 40%، راح يكون يعني على تقسيم، يقسموها يعني مره يعطوا 20% ومره اخرى يمدوا 20% اللي بقات، تفهمنا؟ اذا قلنا راح تمس الوظيفي العمومي،
المهنيين تابعين للقطاع الخاص، للقطاع الاقتصادي. يعني هذا القطاع الاقتصادي نتمنى لهم ان شاء الله يعني يشوفوا ليهم، لانهم راه مهمشين تهميش كبير، وراه جاي في سياق الفيديو الكلام عليهم. المتقاعدين قلنا هم كذلك على موعد في الزياده، ليخدموا عند الخواص، ليخدموا عند الدوله، عند البريفي، المنحه الجزافيه للتضامن على موعد كذلك، لانها من ضمن المنح. كم راح يستفادوا؟ وراح يرفعوا لهم السميكة ان شاء الله، الحد الادنى للوصول اللي قلت لكم شهريه، ما اكيد راح تزيد وراح تطلع المنح المنقوله كذلك، ما نساوش المنح تاع العجز، هذو كامل راح يستفادوا باذن الله. اذا قرار رئيس الجمهوريه باش يرفع السميك كما قلت لكم ما يديباسيش 2 ملايين و400، لانه اكيد لو يزيد اكثر من 2 ملايين و400 راح يضر هذاك اللي يحب يستفاد من سكنات عدل، وانتو تعرفوا عليه. راح تكون زيادة أكيد إن شاء الله تفرح الكل وخلاص. إذا الزيادة راح نتكلم عليها درك هي نتاع 53%، وقلتها معكم في فيديو سابق كيف راح تزاد هذه الزيادة، راح تكون على 3 مراحل، لأنه رئيس الجمهورية هو بنفسه يعني علق على هذا الجانب، راح نسمعوه ونرجع مع بعض. صدر اوني 47% نزيدها 53% تاعها باش نولي وحقت المرتبات الى زياده تاع 100%. زياده تاع 53% كما سمعتوا تصريح رئيس الجمهوريه راح تزيد على مراحل. هذه الزياده راهي تكمله للزياده تاع 47 اللي كانت في الاشهر اللي فاتت، يعني لو نجمعوا يعني النسبتين اكيد راح نلقاوها 100%. اذا الناس الوظيف العمومي استفادوا من نسبة 47% اللي كانت قبل، وأكيد بعض المتقاعدين اللي قلت لكم كانت عندي صديقة مقربة وقالت لي وصلت لي حتى الزيادة تاع 400 ألف. إذا تبقى هذه الزيادة تضاف على مراحل كما أشرنا لها، وطبعا راح تكون بداية من 2025، 2026 و 2027. طبعا للناس اللي خدامة عند الدولة هي المعنية بهذه الزيادات، وكذلك المعوزين، المطلقات، الأرامل، المحرومين. توعد رئيس الجمهورية قال راح نتكفل بهذا الناس، داوي الهمم، كذلك ممكن تاني راح تكون هناك تاع الطوارئ راح تمسهم كذلك الزيادات. وانا حسب ما سمعت حسب ما هو متداولة قالوا في اكتوبر راح تكون هناك زيادة، والله يعلم. كذلك قانون موعق راح يفرج عليه أكيد قضية وقت فقط، وذوي الهمم كذلك هم رامي عانوا وحبوا المنحة تاعهم تطلع ويكون لهم قانون خاص يحميهم. راح يتم طبعا رفع المنحة أكيد هم ليهم، كذلك المتقاعد هذاك اللي راح يرجعوا له المكانة تاعه اللي عن جد يحتاجها، ويحتاج أنه التقاعد تاعه يرفعوا له فيه، يزيدوا له في المعاش، ويمنحوه امتيازات أخرى، منحة المرأة الماكثة في البيت اتكلمت عليها في فيديو سابق على الفيديو هذا، وذكرت بعض النقاط، قلت ممكن لو استحدثت وش راح تكون فيها، يعني هذه الأمور شكون هم راح تمسهم، وش هي الشروط نتاعها. يعني ذكرت عدة نقاط. نتمنى أكيد إن شاء الله كامل يفرحوا بهذه الزيادات، وكل جديد طبعا راح نجيبه لكم في القناة أكيد. درك يعني النواب راهم في دراسة معمقة على كل المقترحات ووعود رئيس الجمهورية اللي وعدها بها المنتخبين تاعو، وكل ما جاء فيها إن شاء الله راح يخرجوا لنا إن شاء الله بفرحة تبشرنا وتبشركم كامل، وتبشر الماكيدات في البيت، منحة جديدة إن شاء الله تستحدث لها. أكيد هذه المرة كل الفئات راح تستفاد من هذه الزيادات الاستثنائية ورفع في الأجور، واللي راح تمس أكيد الوظيف العمومي أكيد سواء كان خدام عند الدولة ولا عند البريفي، إن شاء الله كامل كامل يستفاد. اذا كما قلت لكم كان خبر مليح في بلديه عين منيله، اين تم مصادقه على مداوله تحويل عقود العمال المهنيين من التوقيت الجزئي الى التوقيت الكلي، وبالغ عددهم 33 عاون، يعني وقفه صح، وخدموا خدمه مليحه، ووصلوا صوتهم لي. ديما نقول لكم يعني طالبوا بحقوقكم، يعني خلوا اسفل الفيديو انتم مش تحبوا وش تتمنوا، يعني وان شاء الله على اصواتنا توصل هذا ما نتمنى.
هنا قد كما قلت لكم تم تحويل كل العقود تاعهم الى توقيت كامل، وهذا بتنسيق مع رئيس مصلحة المستخدمي يعني هذه الاتحادية. نتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله كامل الولايات تعم هذا الشيء وكامل يستفادوا كما استفادوا هذو الاخوة. نتمنى ان شاء الله كل خير لولاد بلادي. كذلك هناك مطالب ما زالت لحد اليوم على منحة المرأة المركزة في البيت حابينها بدون شروط. منحة البطالة يتمنوا تسهيل الشروط ورفع السن حتى 60 سنة. العقود المنتهية ينتظرون العمل والإدماج، يعني نتمنى إن شاء الله من رئيس الجمهورية المسؤولين يشوفوا هذه الفئة أصحاب التوقيت الجزئي يطالبون بالتوقيت الكلي وبالإدماج ويطالبون بالحقوق تاعهم كاملة. رسالة هذا الأخ اللي تم توظيفه كعامل مهني في مسابقة توظيف تحصل على منصب يعني على مستوى دراسي وشهادة تاعه، طبعا في طبعا التحق يعني قديما في الشبكة الاجتماعية في 2011. يعني قال يعني نخلص 20,000 دينار جزائري. نتمنى إن شاء الله المسؤولين يكملوا التسوية تاع وضعيتنا المهنية واكتساب صفات موظف لكل العمال المهنيين المتعاقدين سواء بالتوقيت الجزئي أو الكلي. هذه الفئة متهمشت بزاف، وهذه الفئة لحد الساعة ولا كلام عليها. نتمنى إن شاء الله من رئيس الجمهورية أو من المسؤولين يشوفوا ليهم، لأنه 20,000 فقط. قولوا لي واش دير في الوقت هذا؟ لو واحد يحل بيت يعني يقول لي عنده أسرة ما توكلش يعني 5 أيام 5 أيام وتكمل الشهرية هذه. نتمنى إن شاء الله رئيس الجمعية ينصف هذه الفئة ويعطيهم يعني حقهم ويحاول إنه يلبوا المطالب نتاعهم. كان هذا هو الفيديو تاعنا تنهار اليوم. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.